بس كل شيء اللي صار هذيك شيء مثل الحلم. واقفين هيك ما عرف عالم كثير طلع الانفجار حريق. انت شو كنت عم تعمل هون؟ واقفين هونيك انه عبين الجيش انه عم يعطي يعني كل واحد قال لهم بالدور. شو صار بعدين؟ صار انفجار حريق. ما عرفنا حالنا بالارض مرتاحين. هيك اللي صار هيك، بس عالم كثير كان هونيك. عدد كبير من الناس يعني من المواطنين غير العسكري اللي كانوا موجودين، كنتوا موجودين هونيك على اساس انه رح يتم اعطائكم جالونات بنزين؟ قالوا واحد. ما بعرف شو صار بعدين. ما عرفنا حالنا بالمستشفى. شو وضعك حاليا؟ الحروقات عم نشوف مثل ما عم نشوف بايديك، كل جسمك كمان؟ كل جسمي، بس الحمد لله الله يقوي عملوا اللي فيه لازم واكثر. هلا الحمد لله وضع مستقر مني كبير، بس قبل ما هيك كنت تعبان كثير. هلا وضع الحمد لله منيح، الله يقويهم يعطيني الف عافيه. عملوا فيهم كيفيه. كيف نقلوكم من فوق يعني؟ قد ايه تقريبا العدد؟ هل تتذكر؟ ضليتك واعي؟ لا ضليت معي، انا هيك انا لقيت حالي على الارض، صرت الحريق في جسمي هوني في رمل، صرت برضك حالي بالرمل. واحد اجى طفاني هيك، صرت اهرب على الطريق، لقيته من عديل نقلنا على مستشفى حلبة. من حلبة عملوا الاسعافات الاوليه اللي في عالم كثير هونيك، من هونيك على السلام على طرابلس. شو كنت عم تشوف يعني بلحظتها؟ شو كنت عم تشوف؟ ما شفت الا شيء ولا مثل الانفجار اللي صار ايام المرحوم حبيبي، مثل الانفجار هذا نار فيول بنزين. شوف زينة، بس سؤال، هل سمع صوت رصاص؟ اول شيء يعني زينة انه بالدور العمليات اللي كلها قالوا كل في الجيش يعني يكون. نعم شادي، هل سمعت صوت الرصاص مثل ما عم ينحكى؟ صار في ما سمعنا الا النار، ما سمعنا الرصاص ولا شيء. العالم كيف بدي اسمع البيت على كتر العالم حكي عالم شيء قدم 500 اسم كيف يعني؟ الجيش الله يبويهم القوى الامريكيه انه خلينا ودي بس مين هذا العمل هالعمل الله لا يوفقه. وانتم بالليل يعني مين قال لكم انه لازم تتوجهوا لهون لتاخذوا جالونات بنزين؟ يعني كيف صار الاتصال؟ يعني عم نحكي انه نحن الساعه 2 الصبح، هل تم الاتصال فيكم او انتم سمعتوا؟ سمعنا العالم كله عم يقول يعني بروحوا محل يعني، بس قالوا بيعبوا هيك الجيش. رحنا مثل ما بتعرف البنزين ما في، عم تنكي نص تنكي عم يبيعوا لنا اياه ب 200,000 200,000 يعني. قلنا معبينا قلم خلني واعطى الاحتياط، ما طلع شيء بيصير مع الواحد. ما حبينا نسى، قالوا لنا بايدنا، ما حبينا، ما عرفنا حالنا، اضطرنا بهال. الله يساعد العالم اللي عم يحتر يعني، الله يساعد العالم. وهل طمنت عائلتك؟ تواصلت معهم؟ اخذت خبر شو الحمد لله. بس في كثير عالم ميتت. يعني والله ما بعرف شو بدي لك. كانت تنأمن قالون هيك نحطها بالسيارة في حال لا سمح الله بالليل صار معه شيء حالة طارئة مرض بنوصل على المستشفى يعني ساكنين بالضيع. مشان قالون هيك كان ضحية صار، مشان قالون بنزين يا ريت ما حدا يحرم. ما تهنى كيف استعمل الله اللي يفرج الحال. جي من آخر عكار لأنا عم مستشفى الحلبة، من حلبة على طرابلس، من طرابلس جينا لهون. وغيرنا بعضهم أسوأ من بعضنا. يعني عارفين انه انا بعرف المستشفى، انا عسكري متقاعد، عارف المستشفى في بيت علي اللي في عيني كثير منيح. بس هونيك عالم فوق بعضهم. اضطرينا جينا لهون. عندك اولاد؟ عندي 8 اولاد، 5 بنات، 3 صبيان، بناتي الاربع متجوزين. والاربع بعض عندي. شو بتقول لهم اليوم؟ شو بدهم؟ بقولوا الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى نجينا نجد الوقت العالم، والله يرحم اللي ماتوا. كلمة اللي عم تعيشوا، كلمة اللي عم تعيشوا، انك مش نص تنك البنزين ماتوا. هي نادوا العم يا من يسعن بالاولاد اطفال الماشي صعبة عم. كلهم من المنطقة من فوق صحيح؟ يعني بتعرفوا بعضكم يعني اليوم يلي توفي؟ لك عم شيء الوضع عم يمشي صعب. ستيل المي كنا نشتري 10-15,000 هلا عم يبيعوا 100,000. طبعا المقاطع اللي حرام بدور على شغل بياخذ 50-60,000 ايجار طريق بده 70-80,000 وقف شغل عنده ايجارات شو بدهم؟ انا بعرف كثير ناس هيك اذا ما اشتغلوا يا ويلي واشتغلوا يا ويلي اشتغلوا بده يحطوا فوق معاش وما في فانات. كنا نحط
ألف جي رايح عليها، مش ألف روح ألف جي، على 15,000 روح 15,000 جي. شو بدي أقول؟ شو رسالتك اليوم للمجتمع الدولي لكل يمكن البلدان اللي عم تحضرنا اللي عم تشوف عن جد شو عم بيصير بهالشعب اللبناني وبلبنان؟ رسالتي مثل اي واحد اللي بيحكي كل العالم بقى في داعي نبعت رسالتي، عم بشوف شو عم بيصير. لعبة اليوم عم بيضل من الصباح يشوف سيارته ولا اخر ليل ليصير الدور تلعب بسيارته بالمحطات، هيدا يزعبه شرطه. ونحن لو قالوا انه الجيش عم يعبي، لكن بهد قلهم قلهم الله يقويهم، كنا عم يمروا، بس بتعرف العالم جعان. قد ايه قالوا لك اليوم بدك تضل بالمستشفى؟ ما بعرف، بس هم عالجوني شيل هاللحم الميتة، الله يقويني يا رب. وهلا حاسس بوجع في اوجاع جسدي؟ الحمد لله، الحمد لله مستقر وجع، محمود كثير الحمد لله. عم تقدر تتأمن كل الأدوية اللي أنت بحاجة لها كرمال تخفف أوجاعك؟ الله يقول أنا لو ما عطوني دواء الحمد لله أنا مبسوط، لأنه شيلوا كل شيء الحلول لازم يشيلوا، لأنه توجعت لمثلا مضطرين تقولوا يعني مش عمل اللي بدكم إياه، لأنه مضطرين تتحمل 5 دقائق وجع حسب ما ينشوها، والحمد لله نجعله الحمد لله والله يرحم الموتى.